وقد جاء في حديث أبي عند البخاري في الأدب المفرد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي أي دعائي؟ قال ما شئت، فما زال معه حتى قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك وتعطى سؤلك. فالإكثار من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاضلة ونافعة للعبد في دينه ودنياه.